خلال 6 دورات متتالية نظم مهرجان أيام قرطاج السينمائية عروضا داخل المؤسسات السجنية داخل الثكنات وفي مختلف مدن البلاد. هذا العرض الذي ينتظم اليوم بمدينة الثقافة له خصوصية مختلفة عن العروض السابقة. أطفال من مؤسسات التأهيل والإصلاح يغادرون المؤسسات التي يقيمون بها لمتابعة عرض سينمائي بمدينة الثقافة. وعنا الشرف وأن نرحبوا بصغيراتنا. مواصلة التحدي، الإضافة أنه حابين نزيدوا أو نضيفوا حاجة الحلم، يعني تونس بحاجة والجمهور التونسي بحاجة إلى أنه يحلم ويخرج من القتامة. أنا على العربي، أنا مخرج ومنتج فيلم كباتن زعتري. فيلم بيحكي عن ولدين بحلموا يكونوا لاعبي كرة قدم محترفين، عاشوا حرب سوريا ولجأوا لمخيم الزعتري في الأردن. المخيم مهما كان في إمكانيات ومهما كان في فرص عمره بيبقى زي برة. عندهم سور محبوسين جواه، بس هو عندهم حلم أقوى من أي شيء. طب الدراسة شو بتفيدني؟ قولي. أنا اسمي لاجئ. بس هو فيلم عن الصداقة، عن الحلم، عن الأمل، عن كرة القدم. مشاركتي هنا اليوم أعظم شيء حصل في عرض الفيلم، اللي احنا بنعرض لناس احنا بنروح لهم هما مش قادرين يجوا لنا. لكن انت كويس بس مواليدك 98. بعرض ناس بتمنى يكون عندهم فرصة ان هما يخرجوا قريب بعفو، وانا عارف مهما كانوا اخطأوا في كرم انا شفته في البلد دي اتمنى يمسهم هما كمان. اللي وعدوك تطلع معنا. تركز اللي بسوي هناك وبس، ما عليك ايش مني. خلص قول لهم فوزي مات، فوزي دعس. واتمنى ابقى موجود في اي مكان ممكن يحسس اي حد محبوس في سور ان هو ممكن يبقى شيء تاني غير انه يكون سجين. باش نخرج ناس مغرومين بالثقافة، وبطبيعة الحال الثقافة من شأنها أنها تأثر في الفكر، والتأثير في الفكر بطبيعة الحال ينعكس على السلوك. أي مجتر تونس الميادين.